ثمرات هذا الأذى العفو الذي يتحلى به الإنسان، له ثمرات طيبة وله ثمرات مباركة على الفرد وعلى المجتمع. فمن ثمرات العفو عباد الله أنه رحمة بالمسيء وتقدير لجانب ضعفه البشري. الله عز وجل ماذا يقول؟ وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان يقع في الذنب لا محالة، لا ينفك عن هذا، طبيعة بشرية، يخطئ، يذنب، يقصر، يظلم، يعني يأتي بأشياء لا يحبها رب العزة تبارك وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه من طبيعة الإنسان التي فطر الله تبارك وتعالى عليها الناس. ففي عفوك عن هذا المسيء رحمة به، نعم رحمة، رحمته، وخلق الرحمة خلق طيب وخلق جميل، إن دل على شيء إنما يدل على نقاء سريرتك وعلى صفاء قلبك تجاه الناس. كذلك في العفو توفيق للروابط الاجتماعية بعضهم إلى بعض، توثيق للروابط الاجتماعية. ومعنى ذلك أن الأذى يتحقق، نحن نعيش في مجتمع، الإنسان بطبع اجتماعي، الأذى موجود صباح مساء، قد يلحقك الأذى من أقرب الناس إليك، من زوجي، من زوجتك، قد يلحقك الأذى من أقرب الناس إليك، أخوك، قد يلحقك الأذى من جارك، قد يلحقك الأذى من شريكك في التجارة، يعني الأذى واقع لا محالة. ف العفو أيها المباركون والتكرار العفو في هذا المجتمع يقوي أواصر المحبة ويقوي أواصر الاجتماع والألفة والمودة بين الناس. كذلك العفو والصفح سبب لتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو والصفح كذلك من صفات عباد الله المتقين. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، ما قال؟ والعافين عن الناس.